إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم من جديد على قناة فكرات ديكور. بعد ما قمنا في الفيديو السابق في صناعة الهيكل وعلمتكم كيف تصنعوه متاع الكوخ الخشبي في الفيديو هذا اللي تشوفوا فيه على الشاشة، واللي خليت لكم الرابط متاعه في علبة الوصف أسفل هذا الفيديو. للناس اللي ما شفتوش الجزء الأول تقدر تمر طوالي عن طريق الرابط اللي خليته لها في علبة الوصف. اليوم إن شاء الله مش نبدأ مع بعضنا الجزء الثاني واللي مش نواصلوا فيه العمل مع هذا الكوخ، فمشاهدة طيبة للجميع. لهنا كما تشوفوا عندنا أخشاب من سمك 3 سنتيمتر، قمت بتمريرها على طاولة الراوتر حتى يكون الحرف متاعها جميل هكذا. إن شاء الله بوريكم كيفاش تصنعوا طاولة الراوتر في أقرب وقت، وبعلمكم حتى لا تشتروها غالية، لكن هذا مو موضوعنا اليوم. توا إن شاء الله مش نوريكم كيفاش نقوم بالعمل متاعها. أخواني كما تشوفوا بعد ما كملنا الناحية هذه والناحية اللي مقابلتها في الاتجاه هذا هكذا كلها، مش نجيو للخلف. الخلف مش نعملوا فيه، مش نعملوا فيه حاجة ثانية. هذم الخشبات اللي على الجنب شفتوهم، هم الأواخر متاعهم. لازم الخشبات اللي مش يجيو بعدهم يجيو قدامهم بالضبط، فهمتوني إخواني؟ عبارة متواصلين، فهمتوني؟ من الجنب وورا، من الجنب وورا. لذلك لازم نقص دائما اثنين أجزاء، كل قطعة نقص منها اثنين نفسهم نفس بعض، الأولى هنا والثانية من الناحية اللي من هناك الثانية، فهمتوني؟ باش يبداو يتلمدوا يتجمعوا هيك مع بعضهم. لواه هما هيك ظاهرين، شفتوهم القطعة هذه وقطعة هذه هنا فراغ، لكن هذا ما بيقلقنا لنا، بنركبوا عليه بعد زاوية خشب بنقفله نتاع زينة، فهمتوني؟ يعني ما نحتاج إني نقفله هيك مع بعضه. تو إن شاء الله بوريكم، شوفوا معايا يا إخواني. نبداو بالزاوية هذه قصيت لها الخشبة نتاعها باش تجي بالضبط إن شاء الله. خلاص هذه هي، نخليوها هيك مقابلة لأختها، ومن هنا بالضبط ندخلوا المسامير 50 مليمتر يعني 5 سنتي، ونقفلوا المسدس، فهمتوني؟ خلاص نثبتوا هذه كما قلت لكم، نرجعوا لها. خلاص هنا هيك تيجي حلوة، ونثبتها. خلاص تو واش نعمل؟ عندي الثانية أختها مقصوصة بنفس المقص باش يقعدوا دائما سيمتريك يعني متوازيين، شفتوها؟ ها هي أختها مقصوصة، هذه نركبها من الناحية الثانية مقابلتها اللي هي هذيك، شوفوا معايا بالضبط، اللي هي الناحية هذيك. خلاص ونثبتها طوال. حتى يجيو الزوز مع بعضهم متساويين، كما قلت لكم نهاية الخشبة اللي على جنب تكملها هذه، اللي بعدها تكملها الثانية، اللي بعدها تكملها الثالثة، حق وتطلع قاع وتجي توصل للوسط هنا، هنا هكذا في الوسط. من ناحية ثانية نفس الشيء، يمشيو نفس الشيء مع الجانب هذاك ويتلاقاو نفس الشيء في الوسط لهنا، فهمتوني إخواني؟ باش يجيو حلوين. بالمقاس صار نفس الشيء هيك، لهنا كما تشوفوا اخواني بعد ما قمت بتركيب جميع الاجناب الخارجيه وركبت الاخشاب اللي من تحت هذوما اللي وريتكم كيفاش تركبوهم في الفيديو السابق اللي خليت لكم الرابط نتاعو في علبه الوصف اسفل هذا الفيديو اللي ما شافوش، كما تشوفوا ان شاء الله نبداو بتركيب الارضيه اللي هي من ورق الاو اس بي سمك 18 ملم. الورق هذا كما تشوفوا نركبوه على الارضيه هكذا، من بعد نقربوه للاخر للعواميد الاعمده هذه لمقابلتكم حتى نقدر نرسم اماكن الاعمده عليه، باش من بعد نقوم بالقص نتاعها باش يدخل حتى للخشب اللي راكب على الاجنب. الان بتشوفوا كيفاش ان شاء الله. يعني
المنشار الترددي وقت فيه هذه هذا الدائرة هذه الدائرة هذه لما نخليها على رقم صفر بتقص طوالي مستقيم، لما نحبوا ندوروا حتى ما نكسروا، لأني بعرف ناس ما بتعرف الحكاية هذه بتكسر اللام هذه اللي بتقص السكين لما تحفر به. ليش؟ لأنها ما بتدور. هذه لما تحطها على رقم ثلاثة وقت تجم تعمل القصة هيك معوجة، فهمتوني؟ يعني هيك بيكون دائما بتفضل عندكم، هذه ما بتتكسر. يعني شوفوا خليتها أنا الآن على رقم ثلاثة، شوفوا كيف بدور بها. لان اخوانا كما تشوفوا ورقه ورا ورقه، هذه الاولى هذوما الخفيه كنا مركبناهم ان شاء الله لهنا. كما تشوفوا يعني الاجناب الخارجيه راكبه، كله جاهز يعني من برا، والارضيه كلها راكبه بورق الاو اس بي اللي هو ما يخافش من الرطوبه، يعني لو تنزل عليه المطر او غيره ما بيخاف من الرطوبه. هذا هو الورق، ركبناه كله على الاعمده اللي تحته اللي ركبناها في الفيديو السابق، واللي خليت لكم الرابط بتاعه في علبة الوصف اسفل هذا الفيديو. هذه الارضيه والآن أخواني كما تشوفوا، من بعد ما قمنا بتركيب الأخشاب اللي مش تركب على الأجناب، وركبنا الأرضية، وركبنا هذا الستيل أو إس بي اللي ننصحكم بهم، الأو إس بي اللي يكون يعني ما بمر ما بيخاف من الرطوبة، احنا لهنا نسميوها فلاجا ستويبي، وثبتناها بالبراغي. البراغي هي 35 ملم الطول نتاعها على بعد كل 15 سنتيمتر، فهمتوني اخواني، في الاعواد اللي ركبناها في الجزء السابق. نكون وصلنا لنهايه الفيديو هذايا اللي هو الجزء الثاني من صناعه الكوخ الخشبي. انا قسمته لكم يعني اجزاء حتى الناس كلها ما تقلقش وما تملش من الفيديوهات اذا كانت طويله كثيره. ان شاء الله الفيديو القادم اللي تشوفوا فيه لهنا مش يكون الجزء الثالث من صناعه الكوخ الخشبي، واللي مش نخصصه بالذات الى طريقة تركيب السطح السقف اللي هو هكذا يعني زاوية، واللي مش نقوم من بعد ان شاء الله بالتغطية نتاعو بالقرميد هذا الحديث هذا الحديدي. بإذن الله الفيديو القادم مش نعلمكم بالضبط، لانه الاساس نتاع السقف هو التركيب نتاع العرس البازة نتاعو يعني الاعواد وغيره حتى يكون مستقيم بالضبط. هذا في حسابات كثيرة ان شاء الله باش نفسرها لكم في الفيديو القادم كما قلت لكم اللي تشوفوا فيه لهنا، ومش نوريكم بالضبط كيفاش تقوموا بالتركيب نتاعو وشنو هي الحسابات اللي لازم تاخذوها الدقيقة. فلا تنسوا الاشتراك في قناة فكرة ديكور وتفعيل الجرس حتى تصلكم الفيديوهات القادمة ان شاء الله اخواني. كذلك نرجو انكم تقوموا بشير او مشاركة لي فيديوهات قناة فكرة ديكور على صفحاتكم، على صفحات التواصل الاجتماعي من فيسبوك تويتر انستغرام وغيره، حتى تعم الفائدة أكثر وتصل المعلومة للناس اللي حاجتهم بها. وبارك الله فيكم مرة ثانية، ودمتم في حفظ الله، ونلتقي في الفيديو القادم، وإلى اللقاء أخوان. ريج يا سبير خونا ده لابوي سنين هذا.